طيب خلينا نروح، بما انه زميلنا فاروق صلاح جاهز معانا في نادي الاهلي، تعالوا نروح للاهلي في الجزيره ونروح لملعب مختار التتش، نتابع لقطات من تمرينه الاهلي النهارده ونتعرف من زميلنا فاروق صلاح على اخر اخبار ومستجدات الاهلي. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا وقت للراحه، ما فيش وقت، يعني 48 ساعه الفريق بيدخل مباراة تانية بعد الفوز طبعا على فريق طلائع الجيش في المباراة الماضية على ملعب واستاد الكلية الحربية. عندنا مواجهة صعبة جدا أمام فريق الداخلية، مواجهة تانية بتتكرر بتبقى مكررة مع فريق الداخلية في الفترة الأخيرة. الفريق طبعا يا أحمد استأنف تدريباته بالأمس بعد المباراة طلائع الجيش بدون راحة، والنهاردة الفريق بيؤدي تدريبه الأخير وبيختتم تدريباته على استاد وملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق لمواجهة فريق الداخلية غدا على استاد القاهرة في تمام الساعة 7 بإذن الله، في مباراة نتمنى فيها التوفيق لفريق النادي الأهلي. مهم جدا طبعا يا أحمد، زي ما أنت عارف الثلاث نقاط في هذه المباريات، لكن بيبقى ممتع شوية للجمهور وبالنسبة لنا لما بيبقى أداء ونتيجة زي ما شفنا في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش. نتمنى استمرار الأداء استمرار النتيجة ونحقق فوز غدا بإذن الله على فريق الداخلية. طيب أطمن منك، يعني هل في جديد فيما يتعلق بعمر كمال، فيما يتعلق ببيرسي تاو؟ هل ممكن مباراة الداخلية بكرة تشهد عودة واحد من الاسمين، ولا الاثنين ما زالوا بعيدين عن الصورة؟ يعني يا احمد خليني احسم معاك بعض الامور. بالنسبه لبيرسي تاو هو خارج تماما، خارج مباراه الداخليه القادمه، واعتقد بنسبه كبيره كمان يكون خارج مباراه طلائع الجيش ايضا التاليه. لو تقدر تتكلم على بيرسي تاو يكون موجود ان شاء الله في مباراه بيراميدز. بيرسي تاو في مرحله التاهيل الاخيره حتى الان، يعني ما بداش اي جزء او ياخد اجزاء من المران الجماعي، في مرحله التاهيل الاخيره الخاصه ببيرسي تاو اللي نتمنى له العوده سريعا ان شاء الله. ولكن طبعا انت عارف الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد جاب الله المستر مارسيل كولر ما بيستعجلش خالص على اي احد من اللاعبين في الدفع بيه في هذه المواجهات. بالنسبه طبعا لعمر كمال، بالامس طبعا شارك في المران الجماعي بالكامل، النهارده ايضا بيشارك في المران الجماعي بالكامل من البدايه، يتحسم امر دخوله لقائمه المباراه عقب المران اليوم طبعا اللي من خلاله يقدر مستر مارسيل كولر ان هو يحسم هذا الامر. لكن في نقطه مهمه جدا زميلي احمد خليني اكد لك عليها، وهي بالنسبه لمستر مارسيل كولر، يعني ما عندوش اي استعجال خالص في الدفع باي لاعبين او دخول لعيب في القائمه عائد من الاصابه، نظرا ان في عناصر يعني الوقت محتاجها مستر مارسيل كولر او احتاجها فريق النادي الاهلي ظهرت بشكل مميز جدا، زي خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن وايضا كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر، عوده كريم نيدفيد في خط الوسط مع عمرو السوليه طاهر وتالقه في الفتره الاخيره. الامور دي مديه اريحيه اكتر لمستر مارسيل كولر في عدم الاستعجال بالدفع باي من اللاعبين. من الممكن ان يكون عمر كمال يكون موجود في القائمه يعني عقب المران اليوم، لكن باكد ان المستر كولر مش مستعجل. من الامور المهمه جدا يا احمد ايضا اللي انا لمسها من التدريب اللاعب محمد كريستو بيظهر بشكل مميز جدا في تدريبات النادي الاهلي، خاصة تدريب اليوم وتدريب الامس او التدريبات الاخيرة. من المتوقع يعني او المنتظر بنسبة كبيرة ان كريستو يكون في قائمة النادي الاهلي لمباراة الغد باذن الله مواجهة فريق الداخلية. انت عارف يعني واحد ايضا من العناصر اللي كلنا طبعا او اللاعبين او الجماهير مستنية برضو ان هو كريستو يكون اضافة قوية جدا لفريق النادي الاهلي، شافه بيظهر بشكل مميز جدا. مستر كولر كلامه كله مع اللاعبين، ما عندناش رفاهية لاهدار اي نقطة من النقاط، بتشتغل يا احمد على تفاصيل بسيطة جدا، يعني فريق الداخلية مواجهتك بتتكرر في وقت وزمن قصير جدا، وبالتالي تقدر تقول الكتاب مفتوح بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن مستر كولر اتفرج على المباراه الاخيره طبعا اللي جمعت ما بين الفريقين، قال ان في اخطاء احنا وقعنا فيها، اتكلم فيها النهارده مع اللاعبين، طالب يعني بالتركيز ان فريق الداخليه ما عندوش حاجه يبكي عليها، خاصه ان هو بيتزايل جدول الترتيب، ولكن النادي الاهلي هو اللي عنده يعني الضغوط اكتر، اللي عنده الصعوبه اكتر، ان انت ما عندكش اي رفاهيه تفقد النقاط. النهارده احمد برضه عايز اطمنك على علي معلول اللي بيظهر النهارده في تدريب طبعا تدريب النادي الاهلي، يعني واداء البرنامج التاهيل الخاص بعلي معلول. الدكتور احمد جاب الله بيبشرنا بعلي معلول ان شاء الله يعني بفتره، يعني الامور الطبيه او الامور اللي بتتم في البرنامج التاهيلي بتسير بشكل مميز جدا لعلي معلول. اعتقد ان شاء الله علي معلول يعني عودته تبقى تكون سريعه وقويه للنادي الاهلي، وعودته اضافه طبعا قويه جدا للنادي الاهلي. طبعا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح، كل طبعا يعني كل اخبار الاهلي بشكل وافي كما تعودنا منك دائما.